دقيقة أبو مازن، سؤال واحد لو سمحت. هل أنتم متفائلون بالاجتماعات؟ سؤال واحد سريع. سؤال واحد، هل أنتم متفائلون؟ ماذا؟ حان الوقت لأن نصل إلى نتيجة خاتمة إيجابية. نعتقد أن هذا ممكن، وممكن جدا إذا توفرت الإرادة الفعلية عند الإخوة بالسلطة الفلسطينية أولا، والإرادة التوحيدية على القواسم المشتركة عند جميع الفصائل الأخرى. يعني نحن يعني لا نراهن كثيرا على الموقف الإسرائيلي الصهيوني. نعم. المهم هو أين نحن. نعم. نحن لا نفتش كيف نكسب الآخرين، نريد أن نفتش كيف نكسب أنفسنا. وحتى الآن للأسف مرت كل هذه السنوات ولم نكسب أنفسنا نحن كفلسطينيين. نعم صحيح. نعم. ولكن نعم. الآن لذلك نبحث كيف نستطيع أن نكسب أنفسنا ونواجه المرحلة. فنحن لا نعول كثيرا عما يقوله أصهارنا. سيد الرئيس محمود عباس، سيد وزير الخارجية المصرية، سيد الوزير أحمد مولد. قضية تحقيق المطالب الوطنية المشروعة وفي ظرف دولي. رحبوا بكم جميعا في مصر التي احتضنت القضية.